أهلا بكم في النبأ اليوم. أوراق مسربة تحصلت عليها النبأ لطعن إداري قدمه 30 عضوا سابقا في المؤتمر الوطني العام أمام محكمة استئناف البيضاء للطعن في إجراءات استقالتهم منه بغرض الانتفاع بعضوية المجلس الأعلى للدولة الذي من المفترض أن ينشأ من أعضاء صحيحي العضوية وفق نص اتفاق سخيرات، وذلك عقب العودة إلى عضوية المؤتمر الوطني العام بشكله الحالي. ليكون سؤالنا المحوري على جزئين: ما مدى قانونية الطعن المرفوع قبيل دخول اتفاق سخيرات إلى الإعلان الدستوري؟ وما هو الغرض السياسي الذي يريد أعضاء المؤتمر المستقلين تحقيقه من هذه الخطوة حتى الآن؟ للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو المحلل السياسي سيد فتحي الفاضلي، وعبر الهاتف العضو السابق في المؤتمر الوطني العام سيدة أسماء سريبة، كذلك عبر الهاتف عضو المؤتمر الوطني العام سيد محمود عبد العزيز، وعبر الهاتف أيضا أستاذ القانون في جامعة طرابلس السيد محمد بارة. أهلا وسهلا بكل ضيوفي. أبدأ بداية بالسيد بارة، إذا ما تحدثنا عن قانونية هذا الطعن الذي قدمه 30 عضوا في إجراءات إقالتهم أو استقالتهم من قبل المؤتمر الوطني العام، والذي اعتبروا فيه بأن المؤتمر الوطني العام كان في حالة نهاية ولاية، فبالتالي إجراءات إقالتهم غير قانونية. نعم، مساء الخير لك ولضيوفك الكرام ولمشاهدي قناة النبأ. أولا بالنسبة لتقديم الطعن من أي شخص هو حق مكفول، يعني كفلة والقانون من حق أي شخص أن يرفع دعوة، وبالتالي من الناحية الشكلية يعني هو صحيح رفعت قضية في أي محكمة إدارية، هذا من حقهم يعني من حيث رفع الدعوة، ولكن رفع الدعوة ربما لا يعني قبول من حيث الموضوع، يعني قبول الدعوة الإدارية من حيث الموضوع هذا يقتضي تمحيص من المحكمة في أوجه الطعن، في أسبابه، في اللوائح الداخلية للمؤتمر الوطني العام، في أيضا يحتاج لاتخاذ حكم من المحكمة الإدارية، ضرورة دراسة كل هذه المواضيع بجوانبها المتعددة. فبالتالي ممكن القول أنه من الناحية الشكلية يعني من حق أي مواطن أنه هو إذا تظلم ورأى أنه مظلوم من قرار معين يلجأ إلى القضاء المختص، وهو في هذه الحالة هو القضاء الإداري. أما من ناحية الموضوع فهو متروك للقضاء ليقرر وفق ما يتوفر لديه وفق ما يقدمه الخصوم من أدلة، وفي هذه الحالة يعني الخصوم هم الساده أعضاء المؤتمر الوطني السابقين، من حقهم أن يقدموا ويدعوا ويقدموا الحجج التي يرونها كفيلة لمصلحتهم من حيث شرط المصلحة اللي هي عودتهم إلى مجلس الدولة. ممكن ايضا هذا شرط مشروع، يعني كل شخص يسعى لمصلحته، وبالتالي يعني حقهم انهم يعودوا الى. طيب، من ناحيه مضمون سيد بارا، يعني هل يمكن ان يتم يعني رفع الدعوه للعوده الى جسم يعني لم يدخل بعد الى القانون او الى الدستور الليبي ولم ينشا، ويتم رفع الدعوه وكان هذا الجسم اصبح موجود ومنشا، فبالتالي هو كيان حقيقي وموجود يمكن الاستناد ان تستند عليه المحكمه في اي قرار او في اي يعني حساب قانوني ما؟ نعم، هي المصلحه يعني المصلحه في العوده حتى وان كان يعني لم يصبح كيان حقيقي، ولكن دائما من حقهم اللجوء الى القضاء حتى لمصلحه محتمله. يعني هناك مصلحه محتمله بمعنى انه قد يصبح جسم قانوني، وبالتالي من حقهم انهم يطالبوا بالعوده الى طيب لهذا الجسم. هذا من الناحيه الشخصيه، لكن الموضوع كما ذكرت لك يقتضي تمحيص من القضاء، يعني القضاء لا يحكم هكذا، وإنما يحكم بناء على مستندات كافية، بناء على لائحة، يعني ينظر كل المتعلقات في هذا الموضوع. طيب، أذهب الآن لعضو المؤتمر الوطني العام السابق سيدة أسماء سريبة لتحدثنا أكثر عن مضمون هذا الطعن وما الذي استندوا عليه من الناحية القانونية في تقديم هذا الطعن. أنتم 30 عضو قدمتم هذا الطعن للطعن في إجراءات استقالتكم من المؤتمر الوطني العام لكي تكونوا أعضاء صحيحي العضوية في المؤتمر ومن ثم تتجهوا لمجلس أعلى الدولة. ما الذي استندتم عليه من الناحية القانونية في المضمون في هذا الطعن؟ في البداية مساء الخير ليك ولكل ضيوفك الكرام مشاهدي القناة. أحب أن أصحح لك، أنا أسماء سريبة عضو المؤتمر منتهي الولاية. بالنسبة لهذا الموضوع المطروح هي معلش أنا نسمع في صدى الصوت عندي مش كويس على فكرة. نتمنى من فني الصوت ان يحلوا المشكله، ولكن تفضلي اذا كان يمكنك الحديث سيده اسماء. اوكي.
بالنسبة للقضية المطروحة والدعوة التي وصلت إليكم، ولا أعلم كيف وصلت من أجهزة القضاء، هي الدعوة كانت مرفوعة فيما يتعلق بالاستقالات الاعتبارية التي قام بإجراءها المؤتمر الوطني المنتهي الولاية. هذا المؤتمر هو انتهى ولاية قانونية، انتهت بانتخابات برلمانية جديدة وبانتخابات وضعها المؤتمر نفسه، يعني لم يضعها طرف آخر. فبناء عليها جاء هذا البرلمان ونحن سلمنا إليه لترسيخ مبدأ تداول السلمي للسلطة. القضية الاستقالات الاعتبارية، المؤتمر الوطني بعد انتخابات البرلمان لم يعدوا ذو سلطة اعتبارية، هم مجرد مواطنين عاديين لا يحق لهم أن يقوموا بإجراء استقالات لأعضاء. فيما يتعلق بمجلس الدولة، مجلس الدولة هذا مجلس جاء أو ولد من رحم الاتفاق السياسي، يعني حتى أن هذا المجلس تم تحوير مهامه، بمعنى أن المؤتمر الوطني لما انتخب في 7/7/2012 انتخب بأنه هو سلطة شرعية ذات سيادة، والناخب انتخبه كسلطة شرعية. المجلس الدولة هذا هو مجلس استشاري، وفيه جزء معين من أعضاء المؤتمر، يعني أصبح كمجلس معين وشريك في السلطة مع السلطة التشريعية ذات السيادة وهو البرلمان. احنا هنا لما نحكوا على مجلس الدولة الذي سيشكل من خلال الاتفاق السياسي، أنت أهضمت حق يعني أكثر من 300 أو 400 ألف ناخب ليبي انتخب هؤلاء الناس أو هذه الدوائر لن تكون ممثلة في مجلس الدولة، وممكن حتى نسميهم لك بالاسم، ليس لديهم ممثلين في المؤتمر الوطني العام. طيب بشكله الحالي سأنتقل بهذا التساؤل. يعني نتكلم عن مجلس دولة ولد من رحم الاتفاق السياسي. طيب نتكلم عن نقطة واضحة، نقطة واضحة جدا سيدة أسماء. نعم نقطة واضحة جدا، يعني فهمناها، سأنقلها للسيد محمود عبد العزيز. سيد محمود عبد العزيز، تقول لك سيدة أسماء السريبة بأن المؤتمر منتهي ولايته ولا ليس لديه ولاية قانونية، وعملية إقالتهم هي عملية اعتبارية، وأنتم مواطنون عاديين ليس لديكم أي حق في إقالتهم، وهم يرون بأن لديهم الحق في العودة للمؤتمر الوطني العام كأعضاء صحيحي العضوية وفق اتفاق الصخيرات ليكونوا ممثلين في مجلس أعلى الدولة، وهذا حقهم. ما رأيك؟ بداية تحية لك ولضيوفك الكرام أخي صفوان. الحقيقة ما ذهبت إليه الأخت أسماء يعني أمر غريب عجيب، يعني نحن نعلم وكل الشعب الليبي يعلم أن هؤلاء الإخوة والأخوات تقدموا وقبل حتى نهاية المؤتمر الوطني، يعني دعونا نتكلم، نحن نتكلم عن وطن قبل المؤتمر وقبل مجلس الدولة وقبل الاتفاق وقبل كل هذه الأجسام، نحن نتكلم عن وطن. نحن نعلم والجميع يعلم، وأنا وقت أكون خارج المؤتمر الوطني نعلم جميعا أن الإخوة والأخوات هم السبب وراء نهاية المؤتمر الوطني العام. هذه الحقيقة التي يجب أن نضعها أولا، ومنها ننطلق في الحوار، لأني أنا سأتكلم عن ناحية سياسية. هذه النقطة الأولى، هؤلاء الإخوة والأخوات أكرر هم السبب في نهاية المؤتمر الوطني، وهم جماعة من كان وراء للتمديد، وهم من أصر وخرج في الإعلام، وأنا الآن أجهز كل المادة الإعلامية بما فيهم الأخت أسماء الذين خرجوا، وهي قانونية على فكرة أختنا أسماء، خرجوا وقالوا أن المؤتمر ينتهي رغم عدم قناعتنا، وأنا في ذات الأيام خرجت على الإعلام وقلت أن هذا التاريخ غير قانوني ولا يوجد شيء اسمه يوم 7/2، والمؤتمر الوطني لم الإعلان الدستوري لم يحدد هذه التواريخ. هي تقول لك سيد محمود، تقول لك أسماء، سيد أسماء تقول لك بأنه بمجرد انتخاب مجلس النواب أصبح المؤتمر منتهي الولاية، وهم يعني لا يحق للمؤتمر الوطني العام إقالتهم، وهم الآن يجب أن ينتفعوا بعضوية المؤتمر الوطني العام ويكونوا أعضاء في مجلس على الدولة. هل هذا صحيح منطقيا؟ نعم، هذه الحقيقة الأولى التي يجب أن نقررها، أن هؤلاء الإخوة والأخوات هم من أصروا على 7/2، وهم كانوا وراء هذه المشكلة أو الكارثة التي يعاني منها الوطن. هذا أولا. ثانيا، عندما عاد المؤتمر الوطني للعمل بعد حكم المحكمة الدستورية، ذات الأشخاص خرجوا في الإعلام وتكلموا وقالوا
أن هذا الحكم، حكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، غير قانوني وغير شرعي، ولم يعترفوا به. وإلا لو كانوا اعترفوا بحكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا كان رجعوا في ذلك الوقت وقالوا ما دام المؤتمر الوطني رجع إلى العمل بحكم المحكمة، إذن نحن نعود ونمارس عملنا. ولكن لم يحدث هذا. بالتالي الآن عندما حدث الاتفاق السياسي، وكلنا يعلم ملابسات الاتفاق السياسي، وأن هذا جاء لوحدة الوطن بعد هذا الانشقاق الذي شهده الوطن، جسمين تشريعيين وحكومتين وما تعرفون من القصة. الآن الغرض، المشكلة ليست قانونية أختي أسماء، يجب أن نعترف أمام الناس أن المشكلة ليست قانونية، المشكلة ليست في عضوية وإقالة وغيرها، المشكلة سياسية بامتياز. ويجب أن نقول، نخرج للناس ونضعهم في الحقيقة، أن المشكل ليس قانوني. ولو كان قانوني كنا بالفعل كانت المشكلة منتهية، لكن المشكلة سياسية بامتياز. الإخوة ذهبوا لحل المؤتمر الوطني ولضرب المؤتمر الوطني في مقتل في نهاية 2014 بداية 2015، ثم الآن مناورة سياسية جديدة ليس إلا. طيب أذهب الآن لسيد محمد بارر للتعليق ربما على ما قالته سيدة أسماء، ثم نعود يا سيد فضلي. سيدة أسماء سريبة تقول لك سيد بارر بأنهم يعني لديهم حق في الانتفاع بعضوية مجلس أعلى الدولة بما أنهم هم أعضاء بالمؤتمر الوطني العام، حتى وإن اعتبروا أنه منتهي الولاية وغادروه، ولكن وفق اتفاق سخيرات ما بين قوسين هم أعضاء بالمؤتمر الوطني العام وهم منتخبون صحيح العضوية. إذا ما تحدثنا من ناحية القانونية حول مسألة اتفاق السخيرات، اتفاق السخيرات لم يدخل إلى الإعلان الدستوري ولم يعني يصل إلى قوة قانون أو تعديل دستوري من الطرفين في ليبيا، هل يجوز أن يتم تقديم مثل يعني هكذا معطى أمام القضاء، وهل يمكن أن يتعامل معه؟ نعم طبعا بالنسبة للقضاء يعني يجب أن لا ننظر إلى الأمور السياسية، ولكن ننظر إلى أنها كدعوة إدارية. يعني الدعاوى الإدارية في العادة أي شخص يرى أنه متضرر له مصلحة شخصية مباشرة، يعني يجب أن لا نتكلم عن مصلحة المجتمع هنا في الدعاوى الإدارية، نتكلم عن مصلحة الأعضاء. نعم، مصلحتهم في الحصول على مرتبات ومزايا والعودة إلى مجلس الدولة، هذه مصلحة مشروعة يعني. وبالتالي من الناحية القانونية المصلحة سواء كانت حقيقية أو محتملة، إذن هم من حقهم يرفعوا دعوة بغض النظر عن كما ذكرت يعني هل مضمون الدعوة هو مقبول غير مقبول، هذا متروك للقضاء ويجب أن يترك للقضاء ويجب أن يقبل حكم القضاء مهما كان يعني دون تأويل. فبالتالي من الناحية الشكلية الأمر صحيح، من حقهم أن يرفعوا دعوة كما ذكرت مصلحة شخصية مباشرة في قرارات إدارية. أما شرعية الطلب في الموضوع هذا هو الذي يترك للقضاء. طبعا معروف أن القضاء الإداري هو درجة واحدة، يعني دائما المحكمة الإدارية أو الدائرة الإدارية بمحاكم الاستئناف، كل محكمة استئناف توجد دائرة للقضاء الإداري تنظر في مثل هذه الدعوة. طيب بما أنك قانوني سيد بارا، من الناحية يعني القانونية كما تعلم بأن اتفاق السخيرات لم يدخل بعد إلى الإعلان الدستوري ولم يصبح نصا قانونيا لدى الجهتين، هل يمكن الاستدلال به في أي نص قانوني بأن اتفاق السخيرات أنشأ هذا الجسم فبالتالي يصبح كذا، هل يمكن أن يتعامل معه القانون أم لا؟ حتى هذه يعني نقطة خلاف، لأن كما تعرف أن هناك خلاف، أن جزء كبير من أعضاء البرلمان يقولون أنهم وافقوا، ولكن نحن لا نريد أن ندخل في موضوع الطعن. ولكن من الناحية الشكلية يعني هناك مصلحة محتملة، هناك شيء قد يحدث، وبالتالي المصلحة يعني عنصر المصلحة موجود بالنسبة للطلب، يعني كطلب في القضاء الإداري أنه لازم الشخص يكون عنده مصلحة، هذه طيب. المصلحة موجودة، وحتى ولم تكون حقيقية فهي محتملة بغض النظر عن أن اتفاق السخيرات دخل أو سيدخل حيث طيب. وبالتالي من حيث الاساس يعني انا نقصد من حيث الشكل يعني من حيث الشكل القانوني لا مشكله في تقديم الطعن. اذهب الان الى السيد فاضلي معي في الاستوديو، عذرا لهذا النقاش طويل، بالعكس لتوضيح الصوره القانونيه اكثر من السياسيه. تشكر على هذا، خذيت على الاقل صوره كامله يعني. طيب ما قراءتك ل يعني هذا الصوره بشكل عام،
عاد 30 عضو من المؤتمر الوطني العام الذي يقولون بأنه ملتهي ولا يعاد الآن إلى مشهد لكي يكونوا في المجلس الأعلى للدولة رغم مقاطعتهم للأزمة السياسية برمتها خلال الفترة الماضية. ما الذي يمكن قراءته من خلال هذه الخطوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر قناة النبع على هذه الفرصة الطيبة وحييك أستاذ صفوان وحيي ضيوفك الكرام والمشاهدين الكرام. حقيقة ما أراه هو عبث واستهتار ومواصلة الضحك على هذا الوطن واستخدام لهذه الأزمة التي يمر بها المواطن. هذا الصراع حزبي تواتر بقوة أن 30 أو 35 الذين قدموهم ينتمون تقريبا إلى نفس الاتجاه أو الحزب أو سميه ما شئت، أغلبهم على الأقل، مما يضع في المشهد صراع حزبي آخر. الصراعات الحزبية التي بدأت مؤكرا في المؤتمر وعطلتنا وعطلت بناء الدولة وتبرمرت واستقرت في الأخير بالتصادم العسكري بين القعقاع والصواعق والمدني من جهة وفجر ليبيا من جهة، بدايتها هو هذا الصراع الحزبي داخل المؤتمر في مرحلة تمر بها الدولة ما بعد الثورة. مراحل ما بعد الثورة كان يجب أن تكون مراحل عمل وتماسك وبناء دولة واستقرارها ثم نتصارع حزبيا. هذه ناحية، أن الثلاثين أو الخمسة ينتمون لنفس الفكر مهما كان هذا الفكر، إخواني ليبرالي تحالف حزبي وتواتر أنهم تحالف، لكن لنفترض أنهم إخوان أو نفترض هذه الثلاثين هم شيوعيين أو ليبراليين، مما يقول أن هناك عودة للصراع والكولسة الحزبية. التناقض الآخر سيدي الكريم، أنتم ترفضون حكم المحكمة الدستورية وتتقاضون إلى قانون نفس الدولة، هنا تناقض آخر. أما الأخطر والأخطر سيدي الكريم فهو التوقيت. التوقيت، إذا كان فعلا أنتم تخليتم عن العمل، تخليتم عن 300 ألف إلى 400 ألف مواطن انتخبوكم لتخدموا الوطن لتخدموا البلاد لتقدموا لتعالجوا قضاياه، تستقيلوا وتناموا في بيوتكم كل هذه الفترة التي مر بها المواطن ما مر به من أزمات ومن مآسي ومن حروب ومن تهديدات من الداخل ومن الخارج، الهجرة غير الشرعية، الإرهاب، السيولة، نقص الأمراض، نقص الأدوية، طيب. وأنتم نائمون في بيوتكم ثم تعودوا بعد أن يتشكل مجلس دولة مجرد على المناصب. يريدكم تقولوا نريد أن نعود لنخدم المواطن، لنحل قضية السيولة، لنحل قضية الإرهاب، عندما كم من أبنائنا سقطوا من الإرهاب، لم تتكلموا، لم تطلبوا العودة إلى المشهد السياسي. الآن لما يجي مجلس، أعذروني سيدي الكريم، هذا ما أراه إلا عبث واستهتار واستمرار لنفس الخطوات التي قام عليها البعض لتفاقم الأزمة. هذا الصراع سياسي لسنا في حاجة إليه. الوطن الآن في حاجة إلى مناضلين، إلى منتجين، إلى مصلحين، طيب. إلى ناس يوحدون يتماسكوا يحلوا أزمتنا وأزمة المواطن. حقيقة أنا مستاء جدا جدا من توقيت العودة. ليتها كانت العودة عندما كانت داعش تفجر وتنظيم الدولة يقتل، طيب. في أبنائنا في زليتن وفي القبة. يا ريت كان التثبت بالعودة لصناعة القرار ثم غيابكم عن العمل، الانقطاع عن العمل. لابد أن تقدموا للمحاكمة. لماذا تنقطعوا على العمل بدون أن تضع ممثلين عنكم للناس اللي انتخبوكم 300 إلى 400 ألف مواطن؟ هذا عبث سيدي الكريم واستهتار. أنا أطالب بالتحقيق. في الطعن هم يعترفون بأن يقولون بأن قرار المحكمة العليا باطل وغير موجود. أذهب الآن السيدة أسماء السريبة، قال لك سيد محمود عبد العزيز وأيضا سيد فتحي الفاضلي بأن الصراع هو صراع سياسي وليس صراع قانوني وأن عودتكم هي سياسية، كيف تعلقي؟ تمام. سيد صفوان، قبل أن أتحدث وأن أرد على ضيوفك الكرام عليك أن تكون عادل. أنت تعطيني دقيقة ونصف وتعطي للآخرين خمس دقائق كاملة. إليك خمس دقائق. إليك خمس دقائق. سيدي أنا أحسبها بالدقيقة. إليك ثمانية دقائق. تفضل يا أستاذ أسماء. إليك ثمانية دقائق. أعطيني الوقت الكافي حتى أرد على كل كلماتهم. فيما يقوله سيد محمود عبد العزيز، نحن لا نريد أن نعود إلى المؤتمر. تمام؟ لأننا لو كنا نريد أن نعود إلى المؤتمر لعدنا ومارسنا مهامنا وأخذنا مزايا وأخذنا مرتبات وكنا مثلنا مثل الذين يحكمون الآن في طرابلس. نحن امتثلنا لصندوق الاقتراع. الناخب الذي يتكلم عليه السيد الفضلي انتخب مجلس نواب، انتخب مجلس نواب، وأنت وغيرك لم تحترم إرادة الناخب ولم تعطيه حقه لأنه انتخب مجلس نواب. أنا لست ضد القضاء ولست ضد حكم المحكمة الدائرة الدستورية. الدائرة الدستورية حكمها في منطوقها لم تقل يعود المؤتمر الوطني لممارسة مهامه. هذا الكلام واضح وجلي جدا لكل الليبيين. أنتم المؤتمر الوطني لم يترك مجلس النواب ليعمل. السيد محمود عبد العزيز يقول أن احنا طلبنا بنهاية المؤتمر. إن كان المؤتمر، إن كانت الناس خرجت ضد المؤتمر وطالبت بضرورة إنهائه، السيد عبد العزيز لم يكن موجودا أصلا في المؤتمر حين اتفقت كل الأطراف داخل المؤتمر الوطني على إنشاء لجنة فبراير وإنشاء هذا القانون الذي جاء به مجلس النواب، وانتخب انتخابات شرعية معترف بها دوليا والبرلمان معترف به دوليا والحكومة المنبثقة عنها معترف بها دوليا
والمؤتمر الوطني انقلب على صناديق الاقتراع بصناديق الذخيرة بالسلاح. هذا أمر واضح. السيد الذي يقول بأننا نريد أن نعود لأجل المناصب، لا، المناصب كانت أمامنا والسلطة كانت أمامنا وتركناها لأننا نعترف بالتداول السلمي على السلطة. ولكن الاتفاق السياسي حين يقول بأن صحيح العضوية يكون في المجلس الأعلى للدولة. صحيح العضوية يا سيدي هم ممثلين على دوائر انتخابية، الدوائر الانتخابية هذه لن تكون ممثلة في مجلس الدولة. مثلا الدائرة الانتخابية الزنتان، الدائرة الانتخابية الرجبان، دائرة انتخابية الرحبات، تيجي، بدر، المرج، البيضة، الكثير من المدن الليبية الدوائر الانتخابية لن تكون ممثلة في مجلس الدولة. فعن أي عدالة ديمقراطية وأي مساواة تتكلم أنت وهو؟ نحن لا نريده لأنفسنا، ولكن طعنا في الاستقالات الاعتبارية التي قام بها المؤتمر الوطني، وطعنا في القائمة التي قدمها السيد صالح المخزومي لتشكيل مجلس الدولة، فليس من حقه أن يقدمها بهذا الشكل. تمام؟ تمام، وصلت هذه الفكرة. هذا ما أريد أن أقوله. طيب. نحن لا نريد أن نعود من أجل المناصب مثل ما يقولون، لأننا لو نريدها لعدنا إليها من البداية. طيب أنا كنت عادل أنا وعطيتك وقتك، هل تسمح لي بأن أسألك هذا السؤال؟ داعش، قل داعش والإرهاب يقتل في سرت، وأنتم لديكم القوة وتركتمها. طيب. وانسحبتم. طيب لو نتحدث عن هذه المسألة الآن من الناحية القانونية، اتفاق صخيرات هو اتفاق سياسي، اتفاق صخيرات الذي يقول وفق ما يعني ما تقولين أنت بأن المحكمة العليا لم تنص على عودة المؤتمر الوطني العام إلى الواجهة، اتفاق صخيرات نعم. يتعامل مع المؤتمر الوطني العام كجسم، وقال في نص مجلس أعلى للدولة بأن أعضاء مجلس أعلى للدولة هم أعضاء المؤتمر الوطني العام صحيح العضوية المتكون من 145 عضوا، وتختارهم رئاسة المنتخبين في 7/7/2012 وتختارهم رئاسة رئاسة المؤتمر الوطني العام بقائمة تقدمها سياسية أو طيب. إقالات أو غيرها بعد انتخابات مجلس النواب تقدمهم قرارات غير شرعية وليس من حقه تقدمهم هذا يعني بمسألة سياسية أن رئاسة المؤتمر الوطني العام وهي الرئيس والنائبين تقدم قائمة بأسماء هؤلاء الذين كانوا موجودين في هذه المرحلة السياسية. البعض يلوم عنكم ويقول أين أنتم في مسألة الصراع السياسي والاتفاق السياسي، لم نراكم موجودين في الحوار ولم نراكم تتحدثون. لم نراكم سلمنا إلى سلطة شرعية، سلطة يعني منتخبة. هذا الأسلوب سيدة أسماء، سيدة أسماء، يعني الحديث بالفهم أو عدم الفهم هذا غير مقبول على الشاشة. أنا لا أسمح لك أن تقولي لي ذلك، ولكن أنا أسألك أن أطرح عليك سؤال عليك أن تجيبيني بشكل واضح. الاتفاق السياسي، الاتفاق السياسي يعني الكل كان يتحدث عن الاتفاق السياسي لا يتعامل مع القوانين وإنما هو اتفاق سياسي. بأي حق هؤلاء 30 عضو الذين غادروا المشهد السياسي لفترة ما سيعودوا الآن إلى عضو مجلس أعلى الدولة الذين يملكون حصانة دبلوماسية وسيمتلكون مرتبات؟ السيد الفضلي قبل قليل أشار بأن يعود الصراع الحزبي والصراع مش عارف إيش والكلام هذا. المجلس الرئاسي هل تسمح بأن يسيطر عليه المجلس الأعلى، يسيطر عليه طرف سياسي واحد ممثل في المؤتمر الوطني؟ الآن لابد أن يكون فيه ممثلة كل الأطراف، ممثلين لدوائر انتخابية غير موجودة أصلا في المؤتمر الآن. أنا ذكرت لك دوائر انتخابية غير موجودة في المؤتمر، قولوا لي كيف بتطبقوا العدالة الديمقراطية والمساواة بين الدوائر الانتخابية الليبية؟ طيب أذهب لأني سيد محمود عبد العزيز. سيد محمود عبد العزيز تقول لك أسماء سريبة بأنكم لا تطبقون العدالة وأنهم يمثلون دوائرهم رغم مغادراتهم للمؤتمر الوطني العام وتركهم لكل دوائرهم، الآن يريدون العودة لمجلس أعلى الدولة ويمثلوا دوائرهم وديمقراطياتهم، أليس هذا حقهم؟ بداية جاءت مغالطات كثيرة في كلام الأخت المحترمة أسماء سريبة. أولا الدوائر التي ذكرتها ممثلة في مجلس النواب المنحل جميعها ممثلة، وبالتالي الاتفاق السياسي ينص إذا سلمنا جدلا، هب أننا سلمنا بصحة هذا الاتفاق السياسي مع أن المؤتمر لم يوقع على هذا الاتفاق السياسي، ولكن هذه الدوائر جميعها ممثلة في مؤتمر النواب التي تقول أنه هو صاحب الولاية. هذا أولا، وبالتالي هذه الحجة لا يمكن أن تنطلي على أحد وهي مردودة كما أسلفت. أما أن المؤتمر الوطني يسيطر عليه طيف واحد فأيضا هذه مردودة، لأن رئيس كتلتك أختي الكريمة موجود في المؤتمر الوطني، والعديد من كانوا
في ذات الكتلة وفي ذات التوجه موجودين في المؤتمر الوطني ويعملون ويمارسون مهامهم ويحضرون جلساتهم، وبالتالي أيضا هذه مردود عليها. أنا أعود وأقول أن الوطن لا يحتمل كل هذا التمزق وكل هذه المناكفات السياسية. يجب علينا أن نعود إلى كلمة سواء وأن نجتمع على ما يوحد الوطن. يعني حقيقة هذه محاولة الزج بالعواطف والكلام المرسل، يعني الآن الصورة واضحة جدا، الجميع يعلم قصة لجنة فبراير والجميع يعلم كيف جاءت والضغط، والحمد لله تم كشفها جميعا. أما قصة أن من يؤمن بالديمقراطية ومن لا يؤمن بالديمقراطية، هذا حقيقة كلام يعني مردود بالكامل. كل الأطياف ممثلة في المؤتمر الوطني هم من أبوا العودة إلى المؤتمر الوطني، تصريحاتهم موجودة وكلامهم موجود وخرجوا على الفضائيات جميعها. طيب. الليبيين استمعوا. سنكمل هذه الفكرة سيد محمود، سنكمل هذه الفكرة ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا فاصل ونواصل نبأ اليوم، ابقوا معنا. طعن إداري كما عنونا في الأوراق المسربة التي تحصلت عليها النبأ ضد إجراءات المؤتمر الوطني العام ورئاسته أمام محكمة استئناف البيضاء في إقالة أعضاء منه. 30 عضوا أغلبهم من تحالف القوى الوطنية يستمدون جميعا كما يقولون صفتهم من اتفاق صغيرات لرفع القضية بغرض الانتفاع بعضوية المجلس الأعلى للدولة وفق الاتفاق صغيرات، وهي صفة التي لم تدخل قانونيا إلى النصوص القانونية والدستورية الليبية حتى الآن. الطعن يقول فيه الطاعنون إنهم منتخبون وصحيح العضوية رغم رفضهم إحياء المؤتمر الوطني المنتهي الولاية. الطعن الذي تسرب للنبأ يقول فيه الطاعنون إن إجراءات المؤتمر الوطني بإقالتهم ولدت معدومة بسبب عدم وجود صفة لهم بانتخاب مجلس النواب وبطلان قرار المحكمة العليا. وبالعودة إلى نص القوانين والإعلان الدستوري وحتى اتفاق الصخيرات، اعتبر بعض القانونيون أن هذا الطعن غير مقبول كونه يتطرق إلى إجراءات دستورية لا إدارية. هذا كان تقرير حلقة نبأ اليوم لليوم. أعود لك الآن سيد فاضلي. يعني كان يدور حوار قبل الفاصل بأن هؤلاء الأعضاء الذين يريدون الذهاب لمجلس أعلى الدولة يريدون أن يخدموا دورهم الانتخابية، هم لم يحققوا لهم شيئا خلال المرحلة السياسية الماضية، ومن حقهم ومن باب العدالة والمساواة والديمقراطية وغيرها من الشعارات أن يكونوا موجودين في مجلس أعلى الدولة. لماذا تصر بعض الأطراف من حرمانهم من هذا الحق؟ لسنا في حاجة إلى أي واحد بعد الاستقرار وبعد تتم توافق حقيقي ومجلس الدولة، لسنا في حاجة إليكم، نحن في حاجة إليكم الآن، كنا في حاجة إليكم الفترة الماضية، الفترة التي يمر بها الوطن بأزمات من تنظيم الدولة، الهجرة غير الشرعية، الإرهاب، كل ما يمر به الوطن كان محتاج. وثقوا فيكم الشعب ورشحكم يا رجل لمؤتمر لتخدموه، تخرجوا بسبب مناكفات وتصميمات سياسية تافهة. ثم ما هذا التناقض؟ من ناحية المؤتمر الوطني غير الشرعي خرجنا منه لأن انتهت ولايته، ومن ناحية أخرى نريد أن نعود إلى هذا المؤتمر الذي انتهت ولايته، يعني أصبح شرعي الليلة المؤتمر ولا شنو يتغير؟ يعني هل المؤتمر كان مش شرعي أصبح شرعي؟ هذه ناحية. ناحية أخرى هذا المدح التي تقول فيه الأخت الكريمة في مجلس النواب وخليتوه ما يشتغلش وعرقلتوه، لا والله يشتغل وناشط جدا جدا، أو حط لك عملية كرامة دمرت لك مدينة وهجرت ونزبت وقتلت ودمرت وعطنت بلاء الدولة، كيف المجلس النواب؟ يعني مجلس النواب مسكين مكبل لا يستطيع أن يتخذ أي قرار، المجتمع الدولي معترف به يا سيدتي والمؤتمر غير شرعي، هالثلاثين يلتحق يقدموا طلب للبرلمان ويخشوا فيه طالما أنتم مش معترفين أن شرعي المؤتمر الوطني وأن مجلس النواب هو له الأحقية ومسكين عرقلة. طيب ولم يتم إذن تقدموا إليه يا سيدتي. هم يقولوا لك بأنهم اكتشفوا بأن بعد الاتفاق السياسي أصبح هناك جسم يسمى المجلس أعلى الدولة مكون من أعضاء المؤتمر الوطني العام، وهم لديهم الحق أن يكونوا موجودين. أنتم فشلتم يا سيدي، المنتخب الرجل الإنسان الذي انتخبكم أكد لهم فشلكم، خذلتوه في لحظات الذي كان في حاجة إليكم. من أدراكم لو بقيتم في المؤتمر لكانت تأتي على يدكم تغييرات إيجابية رائعة للوطن. ما أدراكم لماذا الانسحاب من 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 الساحة الصراع السياسي في هذا الوقت؟
هذا خذلان لمن انتخبكم يا أخي، ثم تعودوا مش لتحلوا قضايا الوطن. ياريت يعني لو كان عودتكم الآن لننقذ ما يمكن إنقاذه ولنحل أزمات الوطن والمواطن وأزمته والسيولة وميلي، والله ربما كان كنت ستجد تعاطف. تعودوا لأن هناك مجلس دولة سيتكون. يا أخي هذا استهتار بعقولنا. طيب. وبشخصياتكم. طيب أيضا أذهب الآن إلى السيدة أسماء السريبة. قال لك سيد محمود عبد العزيز وسيد أيضا فتح الفاضلي بأن الناخبين الذين تتحدثين عنهم كما قلت أنت انتخبوا مجلس النواب ولديهم يعني من لديه الولاية حتى وفق الاتفاق السياسي هو مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة هو مجلس استشاري بني بناء على اتفاق سياسي وأطراف موجودة. تمام. خليني بس أوضح ورد على السيد محمود عبد العزيز حين قال بأنهم ممثلين في مجلس النواب المنحل. هو يقول مجلس النواب المنحل، فكيف إذا كان هو منحل حسب وجهة نظرك؟ إذا ما فيش تمثيل أصلا للناخبين الليبيين كان حسب وجهة نظره هو طبعا. الاتفاق السياسي نص على وجود مجلس النواب كسلطة تشريعية صاحبة السيادة بوجود حكومة اللي هو المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة اللي حيكون مشكل من انتخاب من الأعضاء صحيح العضوية حسب قولهم، وهم انتخابات 7-7. تمام. السيد محمود عبد العزيز يقول ممثلي هذه الدوائر ممثلة في البرلمان. المجلس الأعلى للدولة تم تحوير مهام المؤتمر الوطني من سلطة تشريعية منتخبة إلى سلطة استشارية. طيب. تمام. وفي خليني نكمل. السيد محمد الفضلي يقول بأنهم لماذا عادوا الآن؟ إذا كان يحكي على الوطن والمعاناة والكلام هذا كله اللي غازلوا به في عواطف الليبيين بحجة بأن الهجرة غير شرعية وكذا، الهجرة غير شرعية عندك موجودة في 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 سواحل حكومة الإنقاذ، ما يسمى بحكومة الإنقاذ، لماذا لم تفعل شيء؟ سرت كانت تحت سيطرتهم، لماذا سلموها إلى داعش؟ الآن يقول لي بأن دمرت بنغازي، ما دمر بنغازي؟ بنغازي مش فيها الإرهابيين اللي يقولوا إن هم ثوار. هذا باعترافاتهم، بيانهم، بيان 19 رقم 19 بتاع مجلس شورى ثوار بنغازي. طيب ما علاقة ذلك؟ ما علاقة ذلك بعودتك المجلس أعلى الدولة؟ اتهمنا بأننا نحن ستعودين نتكلم عن هذه إذا عدت المجلس أعلى الدولة، ما الذي ستقوم به في هذا الصدد؟ هل ستكون لديكم سلطة تشريعية أم سيكون لديكم سيطرة على الحكومة؟ الدولة مهامة حسب الاتفاق السياسي بأنه هو سلطة استشارية يقدم الاستشارات ويقدم بعض القرارات والمقترحات القوانين سواء للحكومة سواء للبرلمان. البرلمان هو له السيادة اللي يقولوا عليه منحل الآن وداخلين معه في اتفاق. إذا لن تقدموا شيئا على الأرض مما تقولينه، لن تقدموا هذه الخدمة للمواطن بشكل كبير. مجلس النواب سيقوم بكل هذه الخدمات لناخبيكم، أنتم ستدخلوا في جسم استشاري سياسي. رأيي الشخصي أنا ضد أصلا عودة مجلس الدولة وضد ممارسة المؤتمر الوطني لمهامة من الأساس. أن ينسحب من المشهد. الآن الكلمة أقولها لزميلنا السابق السيد محمود عبد العزيز وغيره من أعضاء المؤتمر الوطني الذين استغلوا حكم المحكمة الذي لم يشر في حرف واحد إلى عودة المؤتمر الوطني إلى الساحة، ولكنه أقر بحل مجلس النواب. لحظة، في ما فيش دستوريا وقانونيا ما فيش حاجة في العالم اسمها يحل مجلس النواب يرجع المجلس النواب السابق، ما صارتش في العالم. طيب إذا كنت غير مقتنعة لماذا تعودين؟ بقوة السلاح. لماذا عدت؟ أنا لا أعود للمؤتمر. لا تعودون مجلس أعلى الدولة أقصد. اسمع خليني نكمل كلامي. الآن أنا لا أعود للمؤتمر الوطني ولن أعود للمؤتمر الوطني بشكله الحالي. ولكن إن صار اتفاق سياسي من حق الناخبين الذين انتخبونا أن نمثلهم في مجلس استشاري أعلى في الدولة. هذا والطعن الأساسي كان في الاستقالات الاعتبارية وفي القرار السلبي الذي قام به صالح المخزوم بالإضافة إلى إيقاف إجراءات تأسيس مجلس الدولة. طيب يعني الاتفاق السياسي لم ينص على أن تكونوا كل الأعضاء موجودين، لنفترض أن عدتم إلى عضويتكم وأنكم غير مستقلين، ما الذي يضمن أن تكونوا موجودين أصلا في مجلس أعلى الدولة بما أن الرئاسة أو رئاسة مؤتمر الحالية هي من ستقدم تلك الأسماء وهي تعترف من كان موجود معها فقط بالمرحلة السياسية آنذاك؟ شوف الرئاسة هم مجرد أعضاء مثلهم مثل الأعضاء الآخرين، القرار ليس لهم. هذا نص الاتفاق هكذا يقول صوت. هكذا الاتفاق صوت. الاتفاق يقول بأن رئاسة المؤتمر هي من تختار الأعضاء. احنا يا سيد صفوان مشينا في الإجراء القانوني وفق إجراءات التقاضي السليمة
لترسيخ مبدأ اللجوء إلى القضاء، مبدأ التداول السلمي للسلطة. لم نتكلم على هذا الموضوع حتى في الإعلام، لم نطرحه ولم نستغله ولم نطالب بأي حقوق، بالرغم أن الكثير من الأعضاء يدفعون ثمن مواقفهم وثمن مبادئهم ولا يريدون شيئا، لا من المؤتمر ولم يطلبوه من البرلمان. وأتحدى أي أحد يثبت على أي أحد من هذه المجموعة بالذات بأنها استنفعت سواء من البرلمان أو من المؤتمر. طيب أذهب الآن للسيد محمود عبد العزيز، يقول تقول لك سيدة أسماء بأنهم يقومون بذلك لترسيخ مبدأ الديمقراطية والقضاء واحترام القوانين، وأن يعني ربما قد لا تعود أو لا تريد عودة مجلس أعلى الدولة بهذا الشكل، وأن يعني الاتفاق السياسي كما يقول بين رئاسة المؤتمر الوطني هي من تقدم الأسماء، الرئاسة هم أعضاء عاديون ويمكن أن يكون هناك أعضاء آخرين إذا ما هم عادوا إلى عضوية المؤتمر الوطني العام فعليا لكي يتجهوا إلى مجلس أعلى الدولة. كيف تقرأ ذلك؟ أنا حقيقة أخي صفوان لا أتكلم من ناحية حق التقاضي، فبالفعل حق التقاضي مكفول للجميع، ولهذا قامت ثورة 17 من فبراير المجيدة، ولهذا ضحى الثوار الأشاوس الذين ما زالوا يقدمون أنفسهم من أجل هذه الحرية التي يحاول الانقلابيون والعسكريتاريا التي شرعها مجلس النواب يقدمون أنفسهم كل يوم شهداء في بنغازي الجريحة التي تدمر بهذه الآلة العسكرية الرهيبة التي يعترف بها من يقدم هذا الطعن والذي يثني عليها ويزكيها. سيدي الكريم، أنا أتكلم عن اتفاق سياسي وأتكلم عن محور سياسي فقط. سياسيا الإخوة لم يقالوا من المؤتمر، إنما قدموا استقالاتهم مكتوبة وموقعة ونشرت في الإعلام وعلى صفحات التواصل الاجتماعي. هذا الذي يجب أن نخرج به للناس، وهذه الحقيقة التي يعلمها كل الليبيون. الحقيقة الكاملة أنهم هؤلاء الإخوة والأخوات قدموا استقالاتهم وخروجهم من المؤتمر الوطني حتى قبل الانتخابات، هذه معلومة ومسجلة. طيب سيدة أسماء، يقول لك سيد محمود عبد العزيز بأنك قدمت استقالتك قبل يعني حدوث هذه الأزمة السياسية. محمود عبد العزيز لم يكن موجود في المؤتمر، لم يعلم أنني أنا من الناس اللي يقول بأنك أعلنت ذلك. لم أعلن، لم أقدم استقالتي الرسمية، أنا سلمت بالانتخابات اللي قامت يوم 25/6/2014 وسلمت لبرلمان منتخب، انتخب الشعب الليبي الذي تم الاستهانة بصوته. طيب اذا ما غير مستقيلة مثل انا. هو قال بان هم استقالوا حتى قبل الانتخابات، هذا كلام غير صحيح وهذه مغالطات وقاعد يضحك على الناس. لم تعلن استقالتكم خلال التمديد؟ لم تقاطعوا المؤتمر؟ لم نقاطع، احنا استمرينا. واحنا من هو مش اتهمنا بان نحن من جبنا لجنه فبراير واحنا السبب فيها؟ الم تعلن مقاطعتكم سيدة اسماء؟ انا اذكر في تلك الفتره انك اعلنت مقاطعتك للمؤتمر الوطني العام وافشلتموه، اليس كذلك؟ لحظه، المقاطعه وتعليق الجلسات كانت في شهر 7/2013 فيما يتعلق بغرفه ثوار ليبيا والتفويض الممنوح للسيد نوري ابو سهمين الذي خالفه بنص الاعلان الدستوري. طيب تمام. طيب اذا ما تحدثنا عن اتفاق سخيرات، اتفاق سخيرات يقولون لك بانه لم يحدث عليه توافق حتى الان ولم يدخل الى منظومه الاعلان الدستوري او الى اي نصوص او لوائح معتمده من قبل الطرفين، وحتى مجلس النواب وافق على الاتفاق ولكنه لم يعدل الاعلان الدستوري. البعض يقول بانكم تسيدون المشهد ارباكا بالحديث عن مشاكل قانونيه جديده. لا نزيد المشهد ارباكا ولا شيء. سيد محمد بارا قانوني متمكن وقبل قليل قال لك بان هناك احتمالية لوجود شيء، نحن نريد إيقاف إجراءات تأسيس مجلس الدولة. طيب أذهب الآن سيد محمود عبد العزيز، كلمة الأخيرة سيد محمود عبد العزيز. أخي الكريم، بداية حقيقة قصة يعني يجب أن تسحب الكلمة، نحن لا نضحك على الناس يا أسماء، أنتم من تضحكون على الناس، أنتم من تبرولون الناس، أنتم من عاشوا في سراديب إطاحة أول ديمقراطية وأول جسم منتخب. نحن نتكلم، أنا رغم أن الأحكام حكم تزوير المستندات خرجت قبل أن تفعلوا، لكن لم أعد إلى المؤتمر إلا بعد أن سالت الدماء وبفضل الله عز وجل. أنتم تحاولون الآن زيادة إرباك المشهد السياسي لأغراض سياسية لأغراض حزبية
لأنكم تأبون أن يتقدم الوطن خطوة نحو التوافق، تأبون أن يجتمع الليبيون على كلمة سواء. طيب. تريدون المزيد وصلت من الدماء ومزيد. طيب شكرا جزيلا لك سيد محمود، كلمتك الأخيرة سيد فتحي. للأسف للأسف الأخت أسماء وغيرها يعني يتكلمون عن ثوار بنغازي كانوا إرهابيين، وهم الذين تصدوا للرتل وحموا أعراض نسائنا من أن تكتك أعراضها ومن أن تدمر المدينة، وهم اللي جابوا صناديق الاعتراع اللي خلى أسماء وغيرها تستطيع أن تتحدث الآن في الفضائيات. طيب. وأن تصل إلى المناصب. لذلك لذلك سيدي الكريم هي غير كفوة أصلا، هي غير طيب. كفوة. أشكرك لأنها سيد فتحي الفاضلي المحلل السياسي كنت معنا في الاستوديو. أشكر أيضا سيدة أسماء السريبة عضو المؤتمر الوطني العام السابقة كنت معنا عبر الهاتف، وأشكر أيضا سيد محمود عبد العزيز كان معنا عبر الهاتف أيضا، وأشكر أيضا السيد محمد بارا الأستاذ بجامعة طرابلس كنت معنا، شكرا جزيلا لك. أشكرك سيد فتحي الفضلي عضو نادي الوقت. مشاهدينا وصلنا ختام هذه الحلقة، تصبحون على خير، حفظ الله ليبيا، إلى اللقاء في موعد آخر.